وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه مبيدات الافات الزراعيه. دكتور محمد بعد التحيه، لعلك تابعت معنا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمصنعي انتاج الغازات الطبيه والصناعيه وايضا محطه الوقود الثلاثي. دكتور محمد، يعني بماذا تسهم هذه المصانع في مسألة الآفات الزراعية والمبيدات؟ وأيضا من المعروف أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة رائدة في مجال الأسمدة والمبيدات. أهلا بيك، مساء الخير. بالفعل أنا كان لي شرف كمان الحضور في افتتاح هذه المشروعات العملاقة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وهي شركة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عالم إنتاج الغازات والمواد الكيميائية، وخاصة فيما يتعلق بالمبيدات والأسمدة. نعم. دعني يعني أتحدث في مجال المبيدات وأقول لك وبكل فخر أن هذه الشركة العملاقة تنتج حوالي 17 مبيد في مختلف أنواع الآفات، ضد مختلف أنواع الآفات. هذه المبيدات تغطي تلت الاستهلاك المحلي، الشركة وحدها تغطي تلت الاستهلاك المحلي. نعم. ليس هذا فقط، إنما هناك توجيهات من فخامة الرئيس بضرورة توطين صناعة المبيدات في مصر، وسوف يكون لهذه الشركة الدور الأكبر في تحقيق هذا التوطين. نعم. إحنا بنشتغل عليه، لدينا كوادر بشرية قادرة، وليست طموحاتنا تغطية الإنتاج المحلي فقط، إنما نحن نسعى إلى أن نطل على إفريقيا والشرق الأوسط فيما يختص بعملية تصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة المبيدات الكيميائية. نعم. الجديد اليوم في افتتاح هذه المصانع فيما يتعلق بمجال المبيدات؟ الجديد في التكنولوجيا المستخدمة، الجديد في كوادر بشرية قادرة، الجديد في التراكم المعرفي في قضايا تخليق وتصنيع هذه المواد الكيميائية التي تحتاج كما تعلمون إلى كوادر قادرة. نعم. وإلى بناء كوادر بشرية تعمل في عالم من أدق أنواع العمل، وهو عالم علوم الكيمياء. نعم. والحقيقة يعني أنا أحب أقول كلمتين. فضل. أنا شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة عملاقة رائدة في مجال إنتاج الكيماويات بصفة خاصة، والمبيدات والأسمدة بشكل أدق. نعم. الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.